اما هلا سلمى رح نبدا بالفقره الطبيه اللي بتشمل كثير من الاجوبه على استفسارات ويمكن بعض المعلومات الخاطئه من الاورام اللي فيها سلمى اللي هي فعلا منتشره بشكل كثير كبير بين النساء. كيف بنعرف اذا هي الاورام هي اورام حميده او مجرد ذكر اسم اورام فهي شعور يمكن يكون مخيف عند النساء؟ رح نحكي عن هذا التفصيل بفقرتنا الطبيه. ومثل ما قلنا الاورام الريفيه خاصه الرحميه التي تصاب بها العديد من النساء في وقت ما خلال فترة الحياة، غالبا ما بتشعر النساء بأي أعراض، وتكتشف هذه الأورام بالصدفة أثناء فحص الحوض أو إجراء تصوير معين. أكيد فرح لنعرف أكثر عن هي الأورام الرحمية وكيفية الكشف عنها والأعراض والأسباب المؤدية لهذه الأورام. معنا الدكتورة رشا حمود اختصاصية نسائية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور سيدة. صباح الخير دكتورة. كيف أهلا وسهلا فيك. يعني نحن ما بنحب نبدأ صباحنا بكلمة أورام، فبالبداية خلينا نحكي شو طبيعة هي الأورام، هل ممكن تكون حميدة أو خبيثة؟ لأنه مجرد مثل ما قلنا نقول ورم فهي فكرة مخيفة عند تمام المستحق. لا هلا الأورام اللي فيها بالذات هي بتغير دائما النظرة يعني لهي القصص، فهي لا أورام جدا الحمد لله يعني سليمة، نسبة التحول الخبيث فيها هو أقل من 1 بالألف ونادر جدا. تمام الأورام اللي فيها هي شيء موجودة عند 20% من النساء بشكل طبيعي، هو تضخم أحد الألياف العضلية الملساء تبع الرحم، تتضخم نتيجة عوامل معينة ممكن نحكي عنها بعدين، وبيعطي هذا الشكل احيانا كروي او احيانا شكل غير منتظم. هي سليمه 100% ان شاء الله، ويعني كثير من النساء او ب 50% من الحالات نحن حتى ما بنضطر انه ندخل عليها، ما بنضطر نعمل معها اي شيء، ممكن تتعايش مع جسد بشكل طبيعي. بتكتشف بالصدفه احيانا كثير نحن اثناء القيصريات نتفاجئ انه المريضه ممكن يكون عندها ورمين او ثلاثه ليفيات وحتى ما بنقرب عليهم، يعني بنتركهم ما دام هن ما عاملين لنا اي مشاكل. كثير احيانا بتجينا مريضه ضمن فحص روتيني نتفاجئ انه هي عندها ورم ليفي على الرحم، فهي بتخاف انه دكتوره انه انا شو بدي ساوي، انا دكتوره معقول يكون هذا الشيء؟ بنطمنها وقتها يعني انه لا ما دام هو ما عامل لك نزف، ما عامل لك اي مشاكل، ما في عندك صعوبه بالانجاب او اسقاطات او من هالمشاكل هاي، فانت انسي. ممكن نحن نراقب كل 6 شهور نشوف اذا عم يزيد حجمه، ممكن نفكر شو ممكن نحن نتصرف معه، اذا ما عم يزيد حجمه ما عم يعمل له اي مشاكل بنتغاضى النظر عنه تماما يعني. طيب دكتوره مثل ما حكيتي ببدايه الحديث انه في له عوامل مسببه لهذا الورم الليفي، خلينا نعرف شو العوامل بتؤدي وهل ممكن يتحول الورم الليفي لورم سرطاني او لا؟ تمام هلا العوامل المؤهبه نحن مثل ما حكينا انه هو بالاساس الالياف العضليه الرحميه، تمام احد الالياف هذا ممكن يتضخم يعملنا هذا الورم الليفي، فشو اللي بيؤدي لهذا التضخم؟ هو الـ يعني الـ مثل دفعه هرمونيه قويه شاذه غير متوقع او غير منضبطه، مثلا مثل اذا كان مثل ما بيكون مثلا مرأة بدينة، فنحن الشحم تحت الجلد هو اللي بيصنع استروجين، كل ما كانت مرأة عندها صحة أكثر كل ما كان بدينة أكثر فتصنيع الاستروجين حيكون عندها أعلى، هذا له سلبيات وله إيجابيات. تمام خلينا نحكي عنهم السلبيات والإيجابيات. تمام هلا هدول أحد السلبيات إنه ممكن يأهب للأورام اللي فيه. تمام هلا الإيجابيات إنه المرأة بعد سن اليأس لما بيكون في عندها بدانة أكثر وعندها شحم أكثر فهو حيخفف عنا أعراض سن اليأس مثل ترقق العظام مثل البشرة وهالقصص، يعني حتضل هي مدعومة إلى حد ما بهرمون الاستروجين. فبتلاقي المريضات النحيلات هن معرضين لترقق العظام ولتجعد البشرة ولأعراض سن اليأس وللهبات الساخنة وهالقصص كلها، والاكتئاب أكثر بكثير من المرأة اللي عندها شحوم تحت الجلد. فعموما هو له يعني بعض الإيجابيات اللي لا بتفيدنا لقدام. السلبيات لا اكيد جماليا ووجع المفاصل نتيجه الوزن الزائد وهالقصص، الالم النفسي لحاله بكفي تماما، يعني هي انه بس انه انا ليش وزني زايد، ليش البي ام اي عندها عالي وهالقصص، وكمان من السلبيات انه ممكن تشكل الاورام اللي فيه. كمان بالاضافه لهالموضوع قله الانجاب او قله عدد الاطفال، لانه الرحم هو عضله نحن بنسميها مفعول به، يعني هي بتتلقى أوامر معينة لا تقوم بعملها الأساسي اللي هو الإنجاب، فلما بيكون المرأة ما صار عندها أطفال أو عدد الإنجاب عندها قليل جدا فالرحم إذا هو ما أخذ المسار الطبيعي له بالحياة، فهون رح تتضخم هاي بعض الألياف العضلية الرحمية وتعمل لنا ورم ليفي.
كمان اكيد الوراثه لها دور كثير كبير، يعني بيكون الانسان بالاساس هي مؤهبه، بتلاقي الصبيه هي امها اختها خالتها عمتها كلهم بتلاقي عندهم بالعيله يعني كلهم عاملين هاي العمليات مثلا او عندهم هاي المشكله. طيب دكتوره، عفوا دكتوره، هون السؤال انه نحن ممكن هي الاورام اللي فيها تتشكل نتيجه ممكن اسقاطات متعدده، ممكن ولادات، ممكن ادويه معينه، او هي بتسبب قله الانجاب؟ خلينا نوضح الفرق بين النقطتين. نتيجه الاورام لا هي ما بتصير نتيجه الاسقاطات، لا هي ممكن تسبب اسقاطات. يعني كيف الاورام اللي فيها؟ نحن عندنا الرحم هو مكون من ثلاث طبقات، المصلية بعدين عضلية ومن جوا البطانية، البطانية اللي هي نفسها بتأدي ل بتنمو فيها البطانية الرحمية اللي إذا ما صار في حمل فبتسقط وبتسبب الطمس عند المرأة، تمام؟ هلا إذا كان الورم الليفي تشكل على أساس أو مثلا تحت المصلية اللي هي الطبقة الخارجية هون ما له أي تأثيرات جانبية، لكن هي مشكلته إنه ما في شيء بيعمل له حدود، يعني فبيكبر، بتلاقي أحيانا بتلاقي ورم الليفي ممكن يوصل ل 20 سنتي يملأ الحوض، تمام؟ هي كثير بنشوفها بالمسلسلات لما كانوا يقولوا انه مثلا كيس مبيض كبيره او وحده فكروها حامل يقوم لقيت عندها كيس مبيض او ورم ليفي، يعني هي القصص اللي بتعمل مشاكل ورعب حقيقي للبنات المراهقات. يعني بتلاقي البنوته، انا مثلا بيجيني على العياده بنت مثلا عمرها 12 سنه متاثره بالمسلسلات، بتلاقي صار عندها نفخه بسيطه انه قلبها تخاف انه اهلها فكروها حامل يذبحوها مثل بالمسلسلات وهالقصص، فعرفتي هذا الخوف يعني اللي عند يلي يعني عم يشكل انه بيعملوا له دراما زياده بالمسلسلات، تمام؟ فهذا بيكون غالبا هو الورم تحت المصلي، هو اللي بيوصل لاحجام كبيره. الورم بالعضليه هذا ما بيوصل لاحجام كبيره لانه اساسا محاط بالالياف العضليه المجاوره فما حيوصل لاحجام كبيره، لكن هذا مشكلته انه بيحد من حركه الرحم، يعني الرحم معد للتمطط، تمام؟ اثناء الحمل، لما هذا الورم اللي فيه موجود هو حد بحركه الالياف العضليه اللي جنبه حتلاقي الرحم ما بيقدر يتمدد، فشو حيصير في؟ حيصير في عنا اسقاطات، مثلا لما الرحم بيحتاج انه يتمدد مثلا بعد الشهر الثالث رابع ما حيقدر يتمدد فبصير في الاسقاط، احيانا بيكون الورم لا دافش اكثر باتجاه المخاطية باتجاه عمق الرحم. هون حيأدي مثلا انه خلل بالتعشيش، حيجي الورم اللي فيه هو تربيته الدمويه كثير قليله، لما بتجي البيضه الملقحه حتتعشش، اذا عششت بمكان الموجود في الورم اللي فيه فما حيكون في ترويه دمويه شديده فيؤدي لاسقاط، ما حيصير في عندها، يعني يا اما اسقاط مبكر جدا لدرجه انه الوحده قبل ما يجي موعد الطمس الحقيقي بتفكر انه هي ما صار عندها حمل، لا هي ممكن تلقحت عند البيضه بس ما قدرت تعشش بشكل صحيح، او انه هي عششت قريب من هذا الورم اللي فيه فلما بدها تمتد اكثر ضمن الرحم توصل لمنطقة الورم الليفي اللي هو قليل التربية الدموية فبيؤدي لإسقاطات باكرة، بتلاقي الوحدة مثلا بتحمل أسبوع أسبوعين بعد ما تقطع الدورة وبتقوم بتسقط، يعني هون بيكون بسبب ورم الليفي قريب من البطانية الرحمية. هي بالنسبة للإسقاطات والموضوع العقم والإنجاب. هلأ المشاكل الثانية اللي ممكن يسببها مثل ما حكينا إذا كان بأحجام كتير كبيرة تحت المصلية فحيسبب لها ضغط بالحوض، أحيانا بيضغط على الأحشاء المجاورة اللي هي الحوالب مثلا فبتلاقي صار في عندها مشاكل بولية أو لا سمح الله استسقاء كلية، أحيانا بيضغط على الأمعاء نفسها، تمام؟ أحيانا لا بيكون هو اللي كتير قريب من البطانة، ممكن وحدة هي ما بدها أطفال لكن عم يصير عندها هو نزف، يعني هي ما عم تنضاف او انه الطمس عندها عم يجي كثير غزير، تمام؟ فكمان هيدي مشكله حقيقيه، يعني حتؤدي لاستنزاف المراه دمويا، حتؤدي لاستنزافها حتى نفسيا واجتماعيا، حتلاقي حالها دائما محرجه، فكمان هي احد المشاكل سبب الورم اللي فيه. طيب دكتوره، هلا حضرتك قلتي انه غالبا بيتم ترك الورم اللي فيه، ما بيتم التعامل معه فورا بشكل جراحي، تمام. خلينا نقول هلا بنعرف الكيسات بعضها بيتداوى بالادويه وبعضها بيتداوى بالاستئصال، طيب بالنسبه للورم اللي فيه ما دام هو عنده كثير مشاكل بيسببها سواء مثل ما قلتي كان مصلي او عند العضلات، طيب ليش ما بيتم التعامل معه فورا جراحيا؟ ليش بيتم تركه؟ تمام، مثل ما قلت لك هلا احيانا بيكون كثير صغير، مثلا بيكون على المصليه وهو شي 2 سم فما له اي تاثير، يعني 2 سم يعني هيك، تمام؟ يعني لا ضاغط على احشاء ولا مأثر على حمل ولا مأثر على الإزار. ممكن ما يكبر هذا الولد، ممكن جدا ما يكبر، يعني هو نحن بنخاف من الجراحه ممكن يكون لها تاثيرات سلبيه بهالمنطقه فمشان هيك بنتفادى التدخل الجراحي. لا نحن بنتفادى التدخل الجراحي لانه اي عمل جراحي هو له مساوئ، يعني مجرد ما فاتت المريضه على المشفى وتعرضت للتخدير وانفتح البطن او حتى لو بالتنظير فهي هذا عمل جراحي، نحن دائما بنحاول نبعد قدر الامكان عن اي تداخل غير ضروري على جسد المريضه وعلى حرمه الجسد، تمام؟ فاذا كان هذا الورم اللي فيه ما مأثر عليها ما عامل لها اي مشاكل فاكيد ما بنقرب عليه. اثناء القيصريات احيانا بتقولي مثلا انه المريضه مخدره مفتوح احبطنا، يعني دايركتلي مفتوح، فليش ما بنشيل الورم اللي فيه؟ لانه بيكون اثناء الحمل
تربيه الرحم كثير قويه، فنحن اي يعني اي جرح صغير زياده فنحن حنعرضها لمخاطر اكثر، فكمان ما بنقرب عليه. يعني احيانا نحن بنفتح الاثناء القيصريه بنلاقي المريضه عندها اربع خمس اورام ليفيه متجمعين، بس كثير صغار هن تحت المصليه ما له اي تاثير جانبي فبنتركهم، وغالبا بتراجع حجمهم بعد الحمل لانه هو هن تضخموا نتيجه مثل ما قلنا التغذيه الهرمونيه القويه اللي صارت اثناء الحمل، فبعد الحمل بتلاقي ممكن جدا يتراجع حجمه فما بنقرب عليهم. نعم دكتوره، اذا بدنا نحكي عن السيده اللي تعرضت لعده اسقاطات نتيجه الاورام الليفيه اللي حكينا عنها نتيجه حجمها الكبير او نوعها بمختلف الاسباب، خلينا نحكي اليوم في حال تم استئصال هذا الورم، بعد اي فتره ممكن ترجع الصبيه او السيده لحياتها الطبيعيه وحتى فكره الانجاب، هل بتصير هي متاحه بشكل كامل للسيده؟ تمام. هلا اذا كان كمان حسب مكان الورم، اذا كان تحت المصليه فما بياثر ابدا، يعني بيكون ترممه جدا سريع خلال اقل من اسبوع ممكن هي ترجع حالتها الطبيعيه تماما. طبعا هيك كرحم، اما كجرح بطن لا اكيد بدها وقت اطول، يعني احنا اكيد بتضل شيء اسبوعين لبين ما تقدر تتوازن وتتمم كامل الانسجه والطبقات اللي احنا دخلنا عليها. هلا اذا كان بالعضليه فلا، هون صار في عندنا احنا ضعف بالعضليه تمام، فهون بدها تضل اقل شيء 6 شهور لحتى ترجع تتماسك العضله الرحميه وترجع تاخذ تقدر تمارس يعني المرونه المطلوبه منها اثناء الحمل. لذلك نحن لما ما بيتم تدعيمها ان كان بفيتامينات ان كان بمقويات، لا يعني ما بتخدم بهي القصه، خلص هي بتحتاج لوقت معين نحن ضروري جدا انه نحترمه، سواء كان التداخل على الورم اللي في ضمن العضليه او بالبطانه الرحميه، فهون لازم اقل شيء فتره 6 شهور حتى نسمح للمريضه بالحمل تمام، لانه ممكن يتعرض لا سمح الله نتيجه تمدد الرحم للتمزق هذا المكان تداخل العمل الجراحي، يعني نحن حنعتبره هون مثل القيصريه، كيف اذا القيصريه نحن اضطرينا ندخل على العضله الرحميه وصلنا للبطانه فممنوع هي تفكر حتى بالحمل قبل 6 شهور، طبعا اذا فيها تضل سنتين اكيد بيكون افضل، بس لما بنشيل الورم اللي في لمريضه هي مشان موضوع الحمل ما بتقدر تقولي لها خليكي سنتين، بنقول لها على الاقل خليكي 6 شهور بعدين حتى تقدر تكملي بحمل طبيعي. طيب دكتوره، هلا نحن بنعرف انه بعض الـ خليني اقول الكيسات بيتم علاجها بادويه هرمونيه، بعضها مانع للحمل معروف للناس، هل الاورام اللي فيها بيتم التناول مع ادويه علاجيه ولا لا؟ هلا الورم اللي فيه ما في مجال لعلاجه دوائيا يعني العلاج هو جراحي. نحن في بعض الادويه اللي نحن بنسميها مشابهات الجي ان ار اتش اللي هو الهرمون اللي بينفرز من البطن، هذا ممكن يخفف حجم الورم، بس نحن بصراحه ما بنلجا له الا اذا كان المريضه عندها اعراض شديده وما بنقدر نتدخل عليها جراحيا، يعني مثل المريضه مثلا عندها امراض ضغط، عندها امراض سكري غير مضبوط، عندها امراض قلبيه، فهون العمل الجراحي هو خطير عليها وبنفس الوقت الورم اللي فيه عم يعمل لها مشكله، فهون نحن ممكن نستخدم هاي الادويه لتصغير حجم الورم، اذا كان الورم ضاغط على الاحشاء المجاوره، ضاغط على الحالب، احيانا ممكن يسبب له استسقاء كليه بنخاف من ما يوصلنا لمراحل متطوره مثلا من قصور الكليه وغيرها، فبنضطر انه نستخدم هاي الابر. هلا هيدي الابر هي بتتاخذ ابره تحت الجلد كل شهر مره، او احيانا بخاخات بالانف كمان مره بالشهر، بتنقص حجم الورم تقريبا بينزل حجمه للنص خلال 3 شهور. بس مشكلته انه اذا كنا نحن يعني ليش نحن ما بنستخدمه تقولي مثلا بشكل روتيني، مثلا ليش ما بصغر الورم مثلا قبل اذا كان بقدر اتداخل جراحيا، لانه اذا بدي بقدر اتداخل عليه جراحيا واستخدمت هي الادويه قبل فغالبا عم بيخلي الورم يعني يصير في التصاق اكبر بينه وبين العضله الرحميه، فبصير التداخل عليه جراحيا اصعب، فانا اذا في مجال للتداخل الجراحي ما بعطي دواء، اذا ما في مجال وانا مضطره اني خفف حجم الورم فوقتها بتداخل دوائيا. دكتوره، يعني سؤال لو هو بعيد شوي عن الاورام، لما بنحكي نحن عن العمليه القيصريه مثل ما تفضلتي وحكيتي انه نحن 6 شهور بعدها مسموح السيده تحبل، بس خلينا نحكي عن هذا الموضوع انه في كثير اطباء بيقولوا لا نحن بنقدر دغري يصير في حمل بعد اجراء عمليه قيصريه لو بشهرين حتى، فهي كثير المعلومه سمعناها من كذا طبيب، مع انه في اطباء مثل حضرتك بينصحوا انه لا اقل شيء سنه 6 شهور سنتين حتى قد ما بتقدر المراه تبقى بدون حمل هي الفتره لراحه الجسم وحتى للجرح، خلينا نعرف شو الصح بهذا الموضوع. هلا هو كل دكتور يعني له رايه واكيد احترامنا شديد للجميع. ممكن في منهم اساتذتي يعني انا ما بعرف، بس نحن حسب مدارس يعني تعلمناها وحسب اساتذتنا اللي علمونا انه لا الوقت اجباري بدك انت 6 شهور اقل شيء من 6 شهور لسنتين، ليش؟ لانه انت الياف العضله الرحميه
نحن المعلومه بدنا نعرفها انه هي ليف متواصل من اول الرحم بيلف معه للاخير، تمام؟ فانت لما عملتي عمليه قيصريه او قطع على العضله الرحميه لاي غرض، سواء لورم ليفي او لعمليه قيصريه، فانت قطعتي هذا الليف العضلي. نعم. هذا الليف العضلي هو نفسه لازم نفسه يترمم ويرجع يتمدد لعنا بالحمل القادم، فانت لما ما بتعطي الفتره الكافيه اللي يترمم، فانت عمليا عملتيها صار في نقطه ضعف بالرحم. لما بيجي انت دغري المريضه بتحمل وهذا الليف الرحمي مطلوب منه انه يتمدد ليستوعب البيبي الجديد، طبعا الليف الرحمي يتمدد حوالي 1000 ضعف، يعني هو الرحم بالاحوال الطبيعيه هو حجمه 7 سنتي. اثناء الحمل بشهر 9 حيوصل لتحت القفص الصدر تقريبا، تمام؟ فانت تخيلي هو قديش مطلوب منه انه يتمدد. لما انا في عندي حبل مقطوع وطلبت منه انه يتمدد 1000 ضعف، اذا كان ضعيف فانت هون عم تعرضي المريضه انه لخطر التمزق اثناء الحمل القادم، وبتعرضي حياتها وحياه البيبي الجديد للخطر، تمام؟ فنحن اقل شيء حنتركه 6 شهور لحتى يستعيد قوته، يستعيد مرونته، يستعيد طبيعته العضليه المتينه. طيب دكتوره، حضرتك حكيتي انه بعض انواع الليف اللي موجود بعضه له جانب وراثي عاده واحيانا لا، خلينا نساله، هذا دائما نساله لاغلب الاورام اللي بنشوفها او الكيسات، وخصوصا عند الصبايا بهذا العمر، انه هل نمط الحياه او نوع الغذاء بياثر؟ هلا كمان هذا الشيء عند الليف، يعني مثلا اذا الصبيه في متعوده تاكل نمط غذائي معين ممكن ياثر على ظهور هلا مثل ما حكينا بالبدايه انه اي دعم هرموني شاذ رح يأثر أكيد على بنية هذا الليف العضلي، تمام؟ هلا باعتبار معظم الأكل اللي عم يجي عم يكون كله مهرمن، وكمان هرمون الأستروجين هو عم يهرمنه فيه كثير من الأغذية، تمام؟ أكيد هذا رح يلعب دور كثير كبير، يعني ما فينا ننكر المساوئ الغذائية للأكل المهرمن اللي عم ينزل بالأسواق وعم للهرمونات اللي عم يستخدموها المزارعين، أكيد له دور. يعني اكيد، بس اللي ما عنده بالاساس اهبه وراثيه انه يتطور هذا الليف او يتطور هي العضله تتضخم، فما حد يعني الاكل لحاله ما حيأدي لهذا الموضوع، لكن اللي عنده اهبه وراثيه واجته دفشه صغيره بسبب هذا الغذاء او بسبب الهرمون بالغذاء، فاكيد رح دغري يعني يتطور عنده هذا. دكتور، السؤال انه سيده تعرضت لعمليه جراحيه لازاله الورم الليفي، بدك تطمنينا وتطمني الصبايا انه نحن في حال اجرينا هي العمليه ممكن يرجع يعيش من جديد هذا الورم الليفي او لا؟ بمكانه خلص تم ازالته بشكل كامل وما في مجال انه يرجع مره ثانيه؟ هلا نفسه ما حيرجع، نحن شلناه، تمام؟ لكن ممكن يرجع يتطور ورم ليفي في مكان ثاني اكيد، لانه نفس الاليه، يعني ما دام هي المراه هي مؤهبه اساسا انه تطور عندها ورم ليفي، فمثل ما تطور اول ورم بتطور ثاني ورم. بس غالبا يعني مثلا كيف انت مثلا، نحن شلنا لانه المريضه اللي نفترض انه هي ما عم تقدر تجيب اطفال، تمام؟ نحن عالجنا بعدين حملت المريضه، فاحد العوامل اللي كان مؤهبه انه هي تطور عندها ورم ليفي هو عدم قيام الرحم بطوره الاساسي اللي هو التمطط وحمل البيبي، تمام؟ فانت لما هي حملت اول مره فانت قللتي احتمال انه يرجع يتطور هذا الورم، تمام؟ لما مثلا بيكون احيانا هو عم يسبب لها نزيف، اذا نفترض انه مثلا باعمار فوق ال 40، فهو يمكن يحتاج حوالي 10-15 سنه ليقدر يوصل لمرحله يقدر يضغط على البطانه الرحميه ويسبب لها نزيف. نحن لما شلناه، تمام؟ فهو قديش بدها تحتاج المراه وقت قبل ما تقطع الدوره لحتى يرجع يوصل لنفس الحجم ويرجع يعمل لها نزيف، فيمكن لا يعني ما يكون لسه في وقت عندها، يعني ممكن تكون هي بعد 5-6 سنين بتفوت بمرحله سن الحكمه نحن بنسميه، يعني انقطاع الطمس، تمام؟ فهي يعني ما حيكون لسه في وقت يقدر يدعم هذا الورم الليفي ليوصل لنفس الحجم السابق اللي حيأدي للنزيف، مشان هيك نحن ممكن كثير نطمنه انه لا، انه انت مثلا المراه اللي كان عمرها مثلا 48 وشلنا لها ورم ليفي بتقول لنا دكتوره انه انا حيتشكل عندي، بقول لها ممكن تشكل بس ما حيوصل لمرحله تضطري تعملي مع عمليه مره ثانيه. اللي شلنا لها الورم بسبب انه هي بحاجه حمل، دكتوره انا حيتطور عندي، بنقول لها انه انت احتمال انه يتطور عندك هو اقل بكثير، لانه العوامل اللي ادت لظهور الورم الاول هي هلا صارت تقريبا يعني ملغيه. تمام؟ طيب دكتوره، في سبل للوقايه؟ يعني نحن بنقدر نعمل وقايه من الاصابه بالاورام الليفيه ولا صعبه؟ لا ما في، يعني هو صعب. البعض بيقول انه استخدام مانعات الحمل الفمويه باعتبار بتعمل كنترول على الهرمونات، فانه ممكن توقي من هاي الامور، بس بصراحه ما في شيء مؤكد، يعني لا بالعكس، احيانا اللي بيكونوا عم ياخذوا ادويه الهرمونيو عم بخبصوا فيها، يعني بيكون الوحده مثلا بتقوم تنسى حبتين على مدى يومين، بتقوم تاخذهم دفعه واحده بيوم واحد، احيانا كثير بنشوف هاي الحالات،
يعني بتقوم تاخذ مثلا 3 حبات او 4 حبات دفعه واحده، بتفكر حالها عم بتعود عن عن ايها من النسيتها، فهون بتكون هي بالعكس عم تعطي دفشه هرمونيه قويه كثير بتقوم بتساهم بظهور الاورام اللي فيه. فنحن ما حنعطي للوقايه لانه بنخاف المريضه تستخدمه بشكل خاطئ. دكتوره، في اعمار معينه هي مؤهبه اكثر من غيرها؟ اذا قلنا ممكن تكون الأربعينات أو الأعمار الصغيرة أو لا، هو حسب طبيعة الجسم؟ لا، حسب طبيعة الجسم، لا ما في عمر محدد. أحيانا بتلاقي صبية بعد عمرها مثلا 22 عندها ورم ليفي كبير، وأحيانا يعني هي الأعمار الصغيرة ممكن كمان ممكن تصير حسب العوامل المؤهبة وحسب طبيعة الجسم. وهون تنصحي دكتورة بتدخل بعمل جراحي لإزالة الورم الليفي في حال كان عمر الصبية صغير أو لا نتركها يمكن لحتى حالة زواج؟ كمان على المراقبة، يعني احنا مثلا بنطلب منها تراقب كل 6 شهور إذا ما صار عندها أعراض مثل نزف أو غيره، فكل 6 شهور إذا لقينا هذا الورم محافظ على حجمه وما بيأثر على الإنجاب لاحقاً، فلا يفضل نحن نتركه، ما نعمل أي تداخل جراحي، لأنه أي تداخل جراحي أنت فتح بطن أنت أو حتى لو عن طريق التنزيف، بس أنت كمان عم تأهبي لحدوث التصاقات، يعني ممكن أنت تشيلي ورم مشان ما يأثر على الإنجاب تقومي تعملي له التصاق يأثر على الإنجاب أكثر. فلا نحن أي شيء مو مؤثر، ما عاملنا مشاكل، ما عم يكبر حجمه، ما عم يعمل نزف، فبنتركه من بضل على المراقبة كل 6 شهور. طيب دكتورة، أحيانا نسمع بعض الحالات مثلا إذا صبية عندها كيسة وكبيرة بيقولوا لها مثلا أنه حاولي ما تحملي شيء تقيل مشان ما يأثر، ممكن الكيسة تنفجر أو شيء. بالنسبة للورم اللي فيه كمان الحركات الجسدية أو الرياضة أو هي ممكن تأثر عليه ولا لا؟ لا ما بتأثر، بس هو أحيانا إذا كان وصل لحجم كتير كبير ممكن يعملها تقلب الحوض، فهي أساسا تحس حالها ما أنا قدرانة أو حيزيد آلام الظهر، لأنه لما حيوصل لأحجام كبيرة أحيانا بيضغط على الرباط العريض عند المرأة وأربطة الحوض، فهو لحاله بيصير عامل وزن وتقل بقلب الحوض، فنحن لما حتجي هي كمان تعمل رياضات ثقيلة حتشيل الأوزان حتزيد العبء على العمود الفقري. تمام، فعموما هي إذا كانت وصل لهي المرحلة فنحن حننصحها بأنه لا يعني تستأصله اساسا اذا كان واصل لمرحله يضغط على يعني اربطه الحوض. تمام، فالرياضه لا تؤذي لكن ممكن شوي تعملنا مصاعب بمراحل معينه. دكتوره، بتشوفي انه في محاذير معينه للصبيه ممكن نحن ننصحها فيها في حال احنا اكتشفنا هذا الورم اللي فيه ما بدنا نجري ولا عمليه جراحيه، في محاذير معينه بتحبي تنبهي الصبيه انه ما تقوم فيها او تتفاداها لحتى ممكن ما يكبر الورم اللي فيه او ما يعمل لها مشاكل ما نحتاج بعدها لعمل جراحي، او لا فيها تمارس حياتها بشكل طبيعي؟ هلا هي طبعا بتمارس حياتها بشكل طبيعي، بس من الا انه اذا لاحظت اي خربطه هرمونيه، يعني مثلا اذا صار في عندها مثلا كيسات مبيض هي لاحظتها من خلال اضطراب طمس، فاكيد تراجع الدكتور ما تهمه، لانه لما بيصير في اضطراب طمس فنحن كمان صار في عندنا شذوذ هرموني فممكن ياثر على هذا الليف، يعني اي اضطراب هرموني حياثر على حجم الليف، فبنقول لها انه انت حاولي دائما تحافظي على الطمس عندك يكون منتظم، واكيد بعد عن الاكل الهرموني. ونحن بعض النباتات مثل البابونج مثل الميراميه هالقصص هذه فيها هرمون الاستروجين، فكمان بنقول لها انه لا تكتري منهم، هدول بيضخموا الورم الليفي فقط، يعني هاي القصص تكون هي حذرة منهم. مع ذلك لأكيد فيها تمارس حياتها بشكل طبيعي وتراقب كل 6 شهور. أكيد، يعني بالختام بدنا نشكرك دكتورة على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ونتمنى الكل يكون استفاد منها. شكرا لك. إن شاء الله، أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير لك دكتورة.